صباح الخير، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات عن الفن. فيديو النهارده بقى ان شاء الله ايه، انا مجمعه لكم شويه منتجات فنيه، يعني الوان وورق ماركرات وحاجات كده، قلت بقى نفتحها ونجربها مع بعض عشان هي حاجات كمان جديده بالنسبه لي، في حاجات انا ما جربتهاش خالص قبل كده. وعايز اقول لكم ان في حاجات منهم جايباهم من شهر 9 اللي فات ولغايه دلوقتي ما فتحتهمش حتى من العلبه بتاعتهم. عارفين في ناس كده ما بتعرفش تستنى على حاجه، اللي هو لو مثلا جابت لبس العيد والعيد لسه فاضل عليه اسبوع اسبوعين، ما بتعرفش تستنى الاسبوعين ولازم تلبسهم اول لما تشتريهم. انا عكس الشخصيه دي تماما، يعني ممكن اجيب حاجه واستنى عليها شهر شهرين سنه، لسه ما لبستهاش لسه ما جربتهاش، مستنيه الوقت الصح ان انا يعني استخدمها. مش عارفه ايه الوقت الصح بس انا مستنيه. بس مش هستنى على الحاجات دي اكتر من كده، ويلا بينا بقى ايه نبتدي على الفيديو. ابتدي بايه؟ قولي. حادي بادي حادي بادي كرنب زبادي يشيل وحطه كلع على دي. ابتدي بالماركرز. انا اللي عجبني فيهم ان هما ميتاليك، بيقولك هايلايت يور ايديز. ماشي، من عندنا الاثنين. نفتحها منين؟ انا بتعصب قوي من فتح الحاجه كده. طلعت اللون ما صحيح لكم. طلعوا من فوق ايه ده؟ ده مفتوح. بصوا، بدايه مش مبشره. تمام كده 8 ماركرات وواحد بايظ. اول لون اسمه جلامرس جولد. هو مش جولد ولا حاجه، هو اصفر عادي. ده بقى شايني سيلفر جلوريوس ريد. انا مش عارفه بصراحه هما مفورين في الاسماء كده ليه. هل حد شايف حاجه ميتاليك في الموضوع ده؟ بيرل روز شيمرينج فايلت. استنوا بقى، يعني هو في حتة صغيرة، ده اللي اصلا اللي كان مسرب اهو شوية شمر. تفتكر انا مفروض مثلا اتكتك عليه شوية؟ الماركرات بتاخد فترة عقبال ما بتستوعب ان هي تشتغل. محاولة اخرى ان احنا نخليه ميتاليك. هو في حاجة شمري في الموضوع على فكرة، وفي التجميعة بتاعت الماركر في الاخر لما بتزيد بتشوفوا شوية لمعة كده، ما عدا طب ما كلهم كانوا سربوا. كنت هبسط حس بيه لسه مفيش اي تأثير. ده اسمه ايه بقى؟ Brilliant Ruby. يعني خلاص بقى يا جماعة مش كده. وبعدين Magnificent Blue. عارفين في العصور الوسطى لما يبقى حد لازم يتلقب بلقب كبير كده قبل اسمه، تحس ان هو انت، يعني انت اسمه على الفاضي. على فكرة اللون ده لطيف قوي. وبعدين في على الطرف بتاعه شمر شوية، يعني فعلا بصوا. ده اسمه ايه بقى؟ Precious Green. طب ايه نعمل Precious؟ بصوا في شوية لمعة، شايفين اللي هنا اهو شايفينها؟ بس غير كده يعني في حاجات بقى مفيهاش خالص، يعني الاصفر ده مفيهوش اي حاجة، هو اصفر. الوانهم لطيفة، لا يعني الوانهم حلوه. يعني انا ما عنديش خبره واسعه في الماركرز، يعني عايزه ادخل العالم ده، حاسه ان انا هتوه هناك، بس هم حلوين بصراحه، قادره اشوف ان انا بستخدمهم. تاني حاجه معانا نستخدم ايه ايه ايه؟ ماشي. الالوان دي هي انا جايباها من بره للامانه عشان كانت ارخص وكان عندي الفرصه. اسمها نوفا كولر، بس هو اكيد في هنا حاجات شبيهه بالموضوع. هي مفروض للاطفال بس يعني عادي. مكتوب عليها فينجر بينت، زي ما احنا شايفين. ما الطفله المرعبه دي ان شاء الله طالبه على الاطفال، زي ما احنا شايفين في الطفله السعيده دي. هما بيدوها للاطفال على اساس ان هي مش مضره ليهم. انا كنت حابه اجيبها مش عشان ارسم بصوابعي، بس احنا ممكن نعمل كده برضو، بس عشان انا عايزه اجرب الفيس بينت، يعني اقعد ارسم على وشي وكده. دي عباره عن ايه بقى؟ انابيب. ايه ده؟ في ضفدع. ما بحبش الضفادع. الضفدع بتجري وراكي. ايوه والله ما بحبهاش. عندنا الاسود، ابيض، اخضر، الازرق، اصفر. هحط لك الاصفر الاول. الاصفر والاحمر. انا هجرب بقى على ايدي، ايه رايك؟ انا خايفه ان هي تبقى ميميه قوي وما تبقاش ثابته كفايه. لون احمر بطيخي رائع. ده لون احمر يا بني. ماشي اهو. ايه ده؟ حلوة؟ حلوة على فكرة. اهي عسل قوي. حلو قوي. دي عسل. انا ممكن الالوان حلوة قوي كتير قوي. ياه صغيرين، المفروض نجيب تاني. انتي على فكرة المفروض تشيكي فيرست.
تشيك ات فيرست. وهي اصلا ووتر بيس فهتلاقي هتتمسح بالميه اظن صح؟ تعالوا نجرب الاصفر. انا خايفه ارجعه. حلو قوي بجد عجبني قوي. انا احط ايلاينر بيها لان انا اصفر بيها. تفتكري؟ اه كان في منها اللي هي الاقلام زي بالظبط الاقلام الشمع دي. بس انا حبيت ان هي تبقى ليكويد كده عشان انا اقدر اكون بيها الوان. انا مش عارفه المقاس نفسه هيبقى مكفي قد ايه، بس هي بتفرق. مش محتاجين نقعد نحط عليها طبقات، يعني هي مش خفيفه ودي حاجه كويسه. وانت تسمي رشك مش هتلوني وشك، انت هتعملي رسومات. انا عايزه الون وشك. عارفه بقى الحاجات اللي بيعملوها في الهالوين وال هنعمل عيد الرعب المصري. لا الالوان دي مزجتني بصراحه جامد. تعالى ندخل على الورق بقى وبعد كده نكمل على باقي الالوان. اوكي الاثنين دول انا جبتهم من سمير وعلي. اول واحد هو ورق فابيانو. ايه المختلف عن الورق ده من الورق من الورق بتاع فابريانو اصلا اللي في الكشاكيل؟ حضري ايه؟ ايه يا ترى؟ ده اغلى. بيجي 20 شيت هيقلب 50 جنيه. وهو بيجي الالوان دي بس انا جايبه الهوا 301 وده لونه كده بيج شويه. انا اصلا جبته عشان واحده صاحبتي نصحتني بيه وانا شفتها بترسم عليه وكان حلو جدا. الفكره هنا بقى ايه؟ ان شايفين الورق ده ليه شويه تكشر او ملمس مضلع، يعني دي اسمها تضليعه صح؟ اللي هو خطوط طوليه كده مقلم مقلم يعني خطوط طوليه، في خطوط طوليه. بس الورق بتاع الكشكول انعم. بلاش اصلا هو ليه ملمس على فكره بس هو ناعم قوي قوي. فالتضليعه اللي بتبقى موجوده هي مش تضليعه. انا مش عارفه هي ايه، تضليعه ولا ايه؟ ليمه التقليمه او التضليعه او ده الموجوده في الورقه بيخليه او بيخلينا قادرين نحط تونات اكتر على الورقه. يعني احنا بنشتغل عليه رصاص، بتقعد تحط طبقات رصاص طبقات رصاص وهي برضو بتاخد منها عشان هي عندها المساميه دي غير الاوراق اللي هي ناعمه خالص كده. مش هخلي لوحه محببه ليها شكل، هي بيبقى ليها شكل بس شكل حلو برضو. يعني هي بالعكس انا اصلا عاجبني شكلها قوي ان هي واخده تقاطيع كده. هي خطوط ولا سنبوكس؟ لا دخلت في بعض. لا خطوط. هوري جزء من اللوحه عشان انا مش عايزه احرق الفيديو الجاي عليكم. بس بصوا ده بعد الشغل عليه. في ممكن ناس تتضايق من المنظر ده بس هو لطيف فعلا، وحاسه ان انتوا جربوه عشان هتكتشفوا لما تجربوه. يعني مهما انا شرحت في التطليع ولا التقسيمه ولا ايا كان، برضو لما الواحد بيشتغل بايده بيبقى حاسس باحساس او ملمس الورق اكتر، وهو اللي بيقرر بقى هو عجبه ولا لا. يعني مثلا الورق الميتانت بتاع الباستل فيه تحبيبه كده مساميه، تمام؟ انا بالنسبه لي بتضايق قوي من الموضوع ده، عشان كده من الاسباب اللي انا ما بحبش الباستل عشانها بصراحه ورقه. بس في ناس بتحب المنظر ده جدا، فعلى حسب كل فنان بقى. والحاجه الثانيه اللي انا جبتها هو الكشكول ده. الكشكول ده برده من سمير وعلي، هو A4 و15 لا 50 50 شيت و120 جرام. عامه ورق الكرافت احنا بنحبه قوي عشان هو لونه، هو اللون الصح، عارفين لون محايد صح ينفع مع حاجات كتير قوي. انا عاده بجيب الكشاكيل من الكرافت من بذور، بس انا شفته برده وحسيت انا عايزه اجربه. وفي برده التضليعه اقرب لكم اهو، برضو نفس هي تقليمه، اظن انها تقليمه صح؟ تقليمه؟ ماشي. ملمسه ناعم قوي، تحس ان هو مدهون حاجه كده او من وراه، تحسوا ان في طبقه شمعيه في الموضوع. بس انا لسه ما جربتوش بصراحه، حاسه ان هو هيبقى على السوشيال. اوكي نرجع بقى للالوان. تعالوا على الاويل باستل. انا بحب الاويل باستل قوي لان هي الوان ممتعه وسهله، سهله في الاستخدام. حاسه ان احنا مش مقدرينها كفايه. اعمل فيديو بقى عن الموضوع، نحاول نقعد نستكشف احنا نقدر نعمل ده كده، نستكشف احنا نقدر نستخدمهم ازاي. الناس عاده يعني بتشوف ان هي الوان طفوليه وكده، بس انا بشوف فنانين بيعملوا بيها حاجات حلوه جدا. اوكي دي الالوان اللي عندنا. والله شكلها جميل. ودي انا جبتها من الوان وكانت ب 200 جنيه حاجه كده، 200 300 جنيه مش فاكره يعني. تعالى بقى نجربهم. في بنفسجي كده عسول قوي. هو شمعه فيه اكتر، يعني هو مش اطرى حاجه. انا ما عنديش خبره كبيره بصراحه في الاويل باستلز. تعالوا نجرب لون تاني، روز مادر.
حلو قوي لون ده. والروش في العلبه دي ايه؟ ان هو عندهم هولدر، ده هولدر للقلم نفسه. حط القلم هنا نقفل عليه، شايفين؟ ونمسكه بقى زي القلم، لان كمان هو مع الوقت خلاص هيقل مع الاستخدام، يبقى اصعب بقى في المسك، فده يعني حل كويس جدا. وفي معايا البتاع ده، انا مش عارفه ايه ده بصراحه، بس انا حاسه ان هو برايه. تيجي نجرب. ايوه بصوا برايه. تالت حاجه موجوده البتاع دي، مش انا مش ما عنديش انا فكره هو ايه ده. تعالوا ندخل على اللي بعدها. اللي بعدها ده اللي هو من ضمن الحاجات اللي جت من شهر 9. بصوا العلبه قمه في الفخامه والله العظيم، متحمسه جدا. ايوه. الالوان دي بقى ايه؟ انا هطلع لكم الريشه هتفهموا. شايفين معاها قلم، هي المفروض البتاع ده عشان عملت سيرش عليها، واسمها جلاس ديب بن تقريبا ان شاء الله. هي لي ان هي متخصصه للاقلام بتاعه الكتابه، بس انا شايفه بصراحه ان احنا ممكن نعمل بيها حاجات كتير، يعني لان كده كده احنا عايزين ايه اكتر من خطوط. معاها كام لون؟ 1 2 3 6 12، معاها 12 لون. انا شفت شورت ازاي بنعمله، عشان انا كنت مكسله اتفرج على الفيديو كله بصراحه. ان شاء الله ابقى فهمت صح. علبه صغنونه، حسيت انها قلبت دوت. ايوه انا حسيت برضه. هو انا المفروض نرجعها؟ ومفيش اي انستراكشنز في الموضوع خالص. رجعها خالص. عايزه افتحها؟ لا هي تمام. المفروض يعني هنحطها بس في العبوه دي، وهي اللي هتسحب، يعني هتقعد تسحب كده في الجزء الملولو ده اللي قدام، اللي هي المفروض الريشه يعني، ونكتب بيها بقى على طول او نستخدمها. تعالوا نجرب. هل في حاجة بتحصل؟ ايه ده؟ مالت شوية. تحطي كده تاني؟ هل بتطلع ولا انت اللي لازم تحطيها تحت اكتر؟ حلو قوي. الله. عسل قوي. هلا ممكن ارفع الايه؟ لا هي ملهاش جانب، بس انت ممكن تتقلي يعني ايه، خليه تقيل بعد كده ترفعي على حسب بقى انت ايه. ده بدات تخلص يعني، انا عايز اشوف كام. يعني الخطوط دي خلصتها؟ لا لسه. كويس، هي بتقعد شوية. طب وبعدين تطلعي اللون منها ازاي؟ هو المفروض يبقى معاها زي علبة كده، علبة دي فيها مية، بس هي مش موجود معاها. بتروحي مدخلاها كده فيها، وهي بتشرب المية زي ما هي بتشرب الحبر. فاهمة؟ بعد كده بتنضفيها منديل، وممكن تدخليها كده تاني. هنجرب دلوقتي برضو. تحبي تجربي؟ نجرب. تعالي نجيب مية طيب؟ تعالي نعملها بمية ننضفها ونجرب لون تاني. يعني أنا عندي هسس شوية من إن هي مقفولة ولا لأ. هي مقفولة هنا أكتر من هنا، هل ده معناه إنها مقفولة ولا ما خايفة والله؟ إيه؟ إن شاء الله إن شاء الله مقفولة. دلوقتي معانا الماية، ماشي؟ تعالى نجرب بقى. بصوا هتلاقوا في ألوان أهي نزلت في الماية. منديل. والله نتفت. نتفت. جرب لون الاورنج. ماشي. بس تقيلة. بس احساسها حلو في الماسكة. هي اصلا حركتها وهي بتلف كده بتضايق حلوة قوي. حسولة بقى. هي بتملى بالقدر ده ولا ممكن تقريبا انا المفروض اتفرج على فيديو طويل بس. هي قلم حبر يعني، عرفتي القلم بتاع زمان اللي كنا بنشوفه في المدرسة؟ بتاع مستر نادر. زي القلب معايا اهو، قلبين. عاملي له شرطتين من هنا. ايوه فهماني على طول، مش محتاجة. عسول؟ عسول قوي. بس الكتابة فيه صعبة بجد؟ بس انا ممكن يبقى مع التدريب شوية. أساس سلولو.
بقى في مية. بس شفتي دخلت المية؟ اه المية الوحدة شكلها حلو قوي يعني. هو ليه بقى الغلاف بتاعه ده؟ بس فعلا العلبة شكلها شيك قوي. تحس ان انت بتعملي حاجة مهمة وانت مش عارفة تتكلمي اصلا. كده فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا حاجتين. دي الوان قماش تمام؟ اسمها ايه؟ كادنس مات فابريك. كان عندهم الاحمر والازرق والاسود. عايزة معاهم بقى الاصفر والابيض على اساس ان احنا يبقى معانا الاساسيين ونشتغل بيهم برضو زي الوان الوش ده. بس ما كانش فيه ساعتها. قلت لاختي خلاص بقى هاتي التلاتة واحنا نجيب الابيض والاسود من هنا. هل في الوان قماش هنا؟ بالتأكيد اه، لان انا اعرف ناس كتير بتشتغل على القماش. بس انا معرفش برضو عشان ما دخلتش في الموضوع ومعرفش انواعهم ومعرفش اسعارهم. بحب قوي الرسم على القماش، بحس لطيف جدا. بحس ان هو ممكن يرمم لك لبس كتير ما بتستخدمهوش، يعني ينعنشه كده. دي نجربها بقى على القماش، نعمل قلب برضو على القماش. بصوا انا جبت شنطة كارفور، يعني اقرب حاجة لقيتها ممكن ان انا ابوظها. لازم في الاول خالص يتغسل وينشف ويتكوي قبل ما احط الالوان يعني ولا بقى علشان الالوان تلزق فيه. يعني انت اغسليها ونشفيها وكويها لوني، بعدها بيوم ما يكون نشف خالص اكويها تاني خمس دقايق عشان يلزق. ده ايه ده؟ ايه المجهود؟ مفيش حاجه بالسهل. مفيش حاجه بالسهل. هو عامل زي الوان الاكريليك شويه. ليه حاسه مش عارفه اعمل قلب؟ اه حلو واللون واضح، وكمان هو مالي المساحه القماش اللي شغال عليها. يعني انا اول ما حطيت اللون حسيت ان لا في فراغات كده في القماش، بس مع تكملتي في التلوين ملاها كلها مش خفيف ومش شفاف، فدي حاجه كويسه. كده بقى احنا وصلنا على اخر حاجه معانا، وهو ده. انا كنت جايباه من مكتبه دجان في الزمالك، وهو عارفين الورنيش اللي احنا بنورنش بيه، الفارنش اللي احنا بنستخدمه كطبقه كده بنحطها على اللوحات بعد ما تنشف خالص على اساس ان هي تبقى محافظه على الالوان. هو مفروض حاجه زيه، بس ده رش. ايه ده، ريحته قاسيه قوي. يعني ده رش. الورنيش بيبقى سائل. انا ما جربتش اورنش خالص قبل كده، نفسي اورنش. بس هو ما كانش عنده ورنيش الراجل، يعني كنت عايزه اروح اجيب على اساس ان هو جرب، بس ما كانش عنده. قال لي ان ده حلو وممكن نستخدمه على اي خامه، يعني اكريليك، زيت، اي حاجه احنا عايزينها. فتعالوا نجرب بقى نورنش لوحه. مكتوب ان هو ممكن يستخدم على الرصاص والفحم والباستل. نرجه كويس ونسبراي على بعد 20-30 سنتي. بيقول افتكروا ان انتوا ما تستخدموهوش اكتر من لازم، يعني دونت اوفر يوز. وبينشف في عده دقائق. كرروا الموضوع على حسب احتياجاتكم. دي لوحه زيت على ورق، هنجرب كده نعملها 20 سنتي كده مثلا. هو المفروض احنا نشوف حاجة؟ المفروض الألوان بتوضح شوية. اه بقولك تحس ان بقى ليها انعكاس. هي بتخلي الألوان فايبرنت أكتر أظن. تعالى نجرب تاني. أنا عايزة مثلا أقسمها نشوف إيه الفرق. إيه الفرق؟ يا ساتر على الحق. شيلي الورقة كده؟ طيب ماشي. لا في حاجه، في خط اصلا باين. بس الخط هنا حتى باين. اه شايفه؟ بس باين انت بلتيها. اللوحه الثانيه اللي هي دي اه باين عليها اكتر. باين عليها اكتر. اول ما عملتيها انا شفت الاختلاف في الفيديو وشايفاه، يعني شايفه الفرق. مثلا اهو جايز حاجه بسيطه. بصوا الرسمه دي انا هصورها لكم صوره على اساس نشوف الصورتين جنب بعض. اللوحه دي انا مستخدمه فيها زيت واكريليك. بس المهم ان احنا كده خلصنا. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو حبيتوا. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جاي. سلام.